السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله سوف نتعلم كيف نقوم بتصنيف السبورة البيضاء. كما تعلمون بأن تصنيف السبورة البيضاء يسهل على الأستاذ وعلى التلاميذ الكتابة بطريقة مستقيمة في السبورة. نعم، الطريقة سهلة جدا. سوف نقوم بتقسيم السبورة كما تلاحظون، نقوم بتقسيمها. نعم، نأخذ القياسات. ثم نقوم بتصنيف افقيا، تصنيف السبورة افقيا. ثم عدد السطور التي يريد الأستاذ، مثلا 3 أسطر 4 أسطر، العدد الذي يريد الأستاذ. المرحلة الثانية وهي الأهم، سوف نقوم بوضع لاصق فوق هذا الفرق. سوف نقوم بوضع لاصق في فوق هذا الفرق لكي لا نقوم بمسح الخط أثناء مسح السبورة. نعم، كما تلاحظون هنا في هذا الخط الأول وضعت لاصقا، مثلا هنا سوف أكتب سعيدة. نعم، سنة سعيدة. كما تلاحظون الآن سنة سعيدة. سوف أقوم بمسح هذه الكلمة. نعم، سنة سعيدة. كما تلاحظون أن الخط بقي في مكانه، لم يمسح. نفس الشيء سوف أقوم بوضع لاصق هنا كما تلاحظون، لصاق سكوتش. ها هو السكوتش، سوف أقوم بوضعه فوق هذا الخط. نعم، على كامل الخط فوق السبورة، وبذلك أثناء الكتابة أو أثناء المسح فإن الخط لا يمسح، يبقى دائما واضح.